I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. اهلا بيكم في الحلقه العاشره والاخيره في سلسله الصعود الى السطح من حلقات شغل مزيكا. لو قررت تاخد شغلك في المزيكا جد، اتفرج على التسع حلقات اللي فاتت وتاكد انك عامل حسابك على كل اللي اتقال فيهم. في التسع حلقات دول اتكلمت عن اهم حاجات محتاج تركز عليهم، واتكلمت كتير لوحدي بناء على معلوماتي وخبراتي وشاركتها معاكم. بس الحقيقه مش انا لوحدي اللي عندي معلومات وخبرات عشان اشاركها معاكم، في ناس تانية عندهم معلومات وخبرات اكتر مني، هم كمان حابين يقولوا لكم حاجه، وهي نصيحه شغل مزيكا. هسكت انا شويه ونسمع الناس الجامده دي بتقول ايه. يلا بينا. ترندز دونت فولو ترندز. اذا بتلحق الترند ممكن تبوخ وتخلص بسرعه لما تخلص الترند. اذا بدك تضلك تلحق ترندز راح يبطل لك هويه، يا بتكون انت الترند يا انه بتعمل اشي اللي هو انت فيه هويتك دائما موجوده. حتى لو غيرت ستايلات بس هويتك انت. التسويق لتطوير المشروع الموسيقي يجب تطوير المهارات الإدارية والفنية بشكل مستمر. يجب وضع خطة للعمل واحترام جميع الخطوات والمواعيد. يجب أن نحيط أنفسنا بأشخاص خريجي جامعات التسويق والتجارة. يجب أن نبتعد عن العمل المتقن أكثر من اللازم. وأخيرا الشغف والإرادة والعمل بالطرق المتطورة بيكون أحسن سر لنجاح المشروع الموسيقي. Music business tip: daily exercise. Never give up on a music that you personally like. Don't pay too much attention to people. One day they're gonna love your music as much as you do. Thank you. نصيحة شغل مزيكا: فكر بصوت عالي. الفكرة لو بقيت براسك حتضل فكرة وعمر ما حتصير واقع. Practice, practice, practice. ما في بقى حجج الآلة قديمة، الانسترومنت مش عارف ايه، الأوتار قديمة وصعبة. practice. اعمل المزيكا اللي انت مؤمن بيها مش المزيكا المتوقعة منك. don't copy. لا تاخذ رأي الآخرين في مزيكتك بشكل شخصي، بالعكس اسمع هذا الرأي وتعلم منه. بدل كلمة فشل بداينامكس. اي حركة جديدة في مزيكتك اللي الغير ممكن بيعبر عنك كفشل، اعتبر هيدي حركة جديدة، دايناميكس جديدة في مزيكتك. نصيحة شغل مزيكا: اعمل ريسيرش عن ازاي تعمل ساوند تشيك وتكتب تكنيك الرايدر مظبوط، وبعدين تواصل مع مهندس الصوت المسؤول عن الحفل. يكون في لغة تواصل بينك وبين المهندس في الساوند تشيك والحفل. Here's a music business tip on networking. Do your research. If you're pitching me for a gig at the Art Center at NYU Abu Dhabi, it will be stronger if you can relate it to other artists we've presented, if you understand how we connect performances to the curriculum and so on. And if you're looking for an informational interview, check out what's available on the website, read interviews with me, and listen to podcasts. We'll have a more productive conversation if you don't start with, "Tell me what you do," but instead, "I know you co-founded Global Fest. I know you ran Joe's Pub. Tell me about how you did this or that." The other person will also enjoy the conversation more and be more likely to share valuable information or context. نصيحة شغل مزيكا: content. إذا أنتوا فنانين أو تشتغلوا بالمزيكا، كتير مهمة تضلكم عم تنزلوا content على كل البلاتفورمز. نصيحة شغل مزيكا: أهم إشي مننصح الفنانين والفنانات فيه لحتى يلاقي عرضكم نجاح باهر هو أنكم توفروا مواد ترويجية بجودة عالية، ومن ضمنها كمية من الصور وروابط استماع وروابط مشاهدة لموسيقتكم. وأكيد ما تنسوا بأنه تعزموا الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي تبعتكم على حفلتكم لحتى يستمتعوا في الموسيقى، وأعزموهم أكثر من مرة كمان. مرحبا. نصيحة شغل مزيكا: عملوا الريسيرش اللازم، روا ويب سايت، اسمعوا بودكاست، وحضروا إديوكيشن الفيديوز مثل شغل مزيكا. نصيحة شغل مزيكا: انا هتكلم عن حاجه تخص موضوع الاداره. لما تكون وراك فريق عمل عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، بيساعد على نجاح المشروع الموسيقي او الفنان، واللي بيساعده على الوصول للديزاير فيجن بتاعته. فمهم جدا ان انت كفنان او كفرقه موسيقيه تختار كويس قوي فريق العمل اللي بيشتغل وراك، من برودكشن، من مانجمنت، ومن ماركتنج وسوشيال ميديا مانجمنت، وطبعا بوكينج وتالنت ريسورسنج، تنظيم الحجوزات للعروض الفنيه، وطبعا التور مانجمنت وتنظيم الفعاليات اللي بيشترك فيها الفنان وفرقه موسيقيه. فنصيحتي هي اختار فريق عمل كويس، اختار ناس تثق فيها
وتثق في شغلها ومؤمنة جدا بفكرتك والفكرة بتاعت المشروع الفني بتاعك والفيجن بتاعها. شكرا. نصيحة شغل مزيكا copyrights. نصيحتي لكم انه تطلعوا اكثر على حقوق الملكية الموسيقية وتعرفوا انواعها ومصادرها المختلفة، واهم شيء انه تتسجلوا بمنظمة جمع او PRO كرمال تقدروا تحفظوا حقكم المعنوي والمادي. نصيحة شغل مزيكا، من الجوانب المهمة جدا حوالين اي مشروع موسيقي هو الجانب القانوني والجانب المحاسبي، وده اللي ناس كتير قوي منهم هواة ومحترفين وصناع محتوى بشكل عام مش بيتعرضوا له بشكل كافي. ايه حقوق الملكيه الفكريه؟ ايه الجهات اللي انا بسجل فيها الاوريجينال كونتنت بتاعي عشان احمي نفسي؟ وايه الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها لو انا بقدم محتوى تم تقديمه قبل كده ملك لحد تاني عشان ما اتعداش على حقوق الملكيه الفكريه بتاعته؟ ايه الكيان القانوني؟ ايه الكيان المحاسبي للمشروع بتاعي لو انا سولو ارتست او انا مجموعه؟ هل هنتحاسب ضريبيا بالشكل اللي البوب ستارز بيتحاسبوا بيه، ولا البرودكشن هاوس بيتحاسب بيه، ولا الريكورد ليبل بيتحاسب بيه؟ كل الحاجات دي ليها معلومات كتير قوي موجوده اونلاين، واكيد كل حد جوه دايرته يقدر يلجا لحد ليه باك جراوند قانونيه او باك جراوند ليها علاقه بالمحاسبه تفيده في الموضوع. نصيحة شغل مزيكا، نصيحتي ليكم النهاردة عن الماركتينج. من أقوى الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تعرف بسرعة هو أنك تعمل كولابريشنز مع ناس أوريدي عندها فان بيز، بمعنى أن أنت دور على ناس ميوزيشنز أو فيديو كريترز أو أيًا كان عندهم فانز شبهك، ريتش أوت ثرو دي إم مثلا إنستغرام أو حاجة، فكر في فكرة أند دو ذا كيلر أيديا. نصيحة شغل المزيكا، عشان تقدر تحقق النجاح وتوصل لأهداف مشروعك الموسيقي، نصيحتي لك هو الاستمرارية، الاستمرارية بالعمل، بالتدريب، بالبحث، والاستمرارية بقوة الإرادة، وأهم شيء الاستمرارية بالإيمان بمشروعك. في 30 ثانية بصراحة باسم، يعني مش عارفين نقول إيه ولا إيه، بس يعني regarding the music business عامة، أنا ممكن أقول لأي حد إن أنت محتاج تنزل مزيكتك. أنا شخصيا عايز أسمعك، كل الناس كده كده مستنية اللي أنت هتعمله أيا كان أنت بتعمل إيه. أنت محتاج تبتدي قبل أي شيء ونزل وتعلم اللي أنت هتعمله. يعني نصيحتي الأولى والأخيرة إنك أنت لازم تفشل، ولازم تفشل قدام الناس عشان تقدر إنك أنت تطلع سلمة من ده، ومفيش حل تاني للموضوع ده. ما تخليش أي حد يوقفك، ما تخليش أي حد رأيه يبقى هو الفاكتور. ياريت تكون أنت هدفك الأول والأخير إنك تعمل حاجة تخليك أنت شخصيا تتحرك معاها. لو قدرت إنك أنت تعمل حاجة عجبك وعجبت واحد تاني بس، انا شايف ان ده starting point هي اللي اي حد بيحاول يبدا في الميوزك كارير بتاعه. بس عدنا، وقبل ما نختم عايز اقترح ان احنا كميوزك كوميونيتي او مجتمع للموسيقيين نفعل الهاشتاج ده نصيحه شغل مزيكا، ونستخدمه لمشاركه النصايح او للسؤال عنها. لو عندك معلومه ممكن تفيد غيرك اكتبها ومع الهاشتاج، او لو عندك سؤال وبتطلب المعلومه اكتبه ومع الهاشتاج برضه، ساعتها هتوصل اسرع للي عايز يساعد. اتمنى ان اللي قلته كان مفيد وتولع الدنيا. سلامات.